الامريكان؟ لا يا اخويا البوليس. البوليسي هو قدك كان شقي شويه. اه فهمت. حضرتك عاوز مين؟ مين حضرتك؟ سمير موجود؟ أقول له مين؟ واحد صاحب. مين يا نور؟ واحد صاحب بابا أنا معرفوش. طيب روحي اندهيله. حاضر. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة يا ابني ما عرفتكش، شكلك اتغير. اتفضل. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السلام. الله يسلمك. اتفضل. أقوم أعمل لكم شاي. قومي يا نور معايا على المطبخ. أنا بتفرج على الفيلم. وطي التلفزيون ومعايا على المطبخ، يلا. كل حاجة جاهزة إلا الرواية. بكرة خدكم معايا. أنت خرجت إمتى؟ عفوا 25 يناير. طيب مبروك. دي بنتك؟ دي نور. نور سمير ولا نور حامد؟ انت كنت عايز نعمل ايه؟ مفيش حد من اهلك كان عاوز ياخدها. كنت عايز نسيبها في الشارع ولا اوديها ملجأ؟ طول عمرك شاهم يا سمير. اندهالي. ليه؟ عاوز اسلم على بنتك قبل ما امشي. نور. نور. ايوه يا بابا. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومين ده يا بابا؟ ده واحد صاحبي حبيبتي. هو شكله غريب شوية، هو جه هنا قبل كده؟ لا ما جاش، دي أول مرة. نور بعد كده مش عايزك تفتح الباب لأي حد ما نعرفوش. الله أكبر. إزازة مية صغيرة لو سمحت، بس ما تكونش ساقعة بعد إذنك. كويسة دي ولا غيرها لك؟ حزن؟ شكلك حلو قوي زي القمر. أنا ما كنتش عارف إنك بتيجي النادي هنا على فكرة. وانت دلوقتي مش خايف حد يشوفك معايا؟ ما احنا اكيد يعني مش هنقف نتكلم هنا. هو احنا لسه بينا كلام؟ انا ما حاولتش اغير حاجه يا حازم، انا كنت راضيه بكل حاجه انت عايزها علشان بس افضل جنبك. انت ليه محسساني انك كنت عايشه معايا غصب عنك يعني؟ مش غصب عني، أنا بس حبيتك بجد. لكن وصلت في كل مرة أنا ببقى معاك ببقى معرضة للإهانة. إهانة إيه بس؟ مفيش الكلام ده أصلاً. أنا عمري ما تعمدت أعمل حاجة تجرحك. ولا عمرك تعمدت تعمل العكس. عارف يا حازم، أنا كان ممكن أقبل بالحاجات دي كلها لو في مرة واحدة حسيت إنك مقدر مشاعري بجد. أنت اشتغلتي؟ أيوه. فين؟ برنامج سلام حلمي. ومبسوطين سوا؟ نعم. أقصد يعني مبسوطة معايا في الشغل؟ بيقبضك كويس؟ أنا بقيت أحتقر نفسي أوي وأنا معاك. عارف ليه يا حازم؟ علشان أنا مش عارفة أكرهك. بقيت بكره نفسي أوي. بقيت كمان بقرف منها. ليه يعني كل ده؟ عشان كم موقف حصل وماليش يد فيهم؟ انت عارفه كويس قوي على فكره من دي وان انك ما ينفعش تطلب مني اي حاجه قدام اي حد مهما كان. فما ينفعش تورطيني دلوقتي يعني. عندك حق. انا ماشي يا حازم. باي باي. ساره! ايه مالك، انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا خالص، هو الشيخ علاء خلص؟ اه بس انت مالك، حد مزعلك؟ لا لا مفيش. كلام الشيخ بس اثر فيا شويه يعني، افتكرت ماما الله يرحمها كانت دايما بتتصدق. الله يرحمها. والنبي انت جميله. طب بقول لك ايه، تعالي اقعدي معانا شويه عقبال ما حمزه يخلص التمرين بتاعه وبعدين نطلع على البيت عندي نتعشى مع بعض، ايه رايك؟ لا معلش هند، فينا انا النهارده عندي شغل كتير. طب على الاقل تعالي اقعدي معانا اشربي حاجه. معلش خليني المره الجايه ابقى عامله حساب. طيب خلاص براحتك، خلي بالك على نفسك. انت كمان. باي. يلا يا ابني قوم بقى تريكه. يلا هبقى اوديها انا بكره، سيبني انام شويه بس. مش هينفع يا تريكه، لازم حد فينا هو اللي يوديها كده امن واحسن. يلا قوم يا عمي. طب ما تخليها تروح بالتاكسي زي كل يوم يعني. معلش يا تريكه، انا ما كانش عندي شغل كنت وديتها انا. مش فاهم ايه اللي جد للشحطاطه دي، لازم تصحيني من النجمه. يلا بقى انا كده اتاخرت. طب روح البس الجزمه يا نور وحضري شنطتك لحد ما تريكه يجهز. نور
ما تخرجيش بعد كده من المدرسه غير لما حد فينا يجي ياخدك، مفهوم؟ طب انا كل يوم بخرج لوحدي. اسمعي الكلام وخلاص، مفيش بعد كده خروج من المدرسه لوحدك. يلا. ماشي. تريكه، ما تمشيش غير لما تتاكد انها دخلت المدرسه. صباح الخير يا سمر. صباح النور يا قبل. مستر أكرم جاهز؟ فطرت الصراحة. لا طب تعالى خش، حماتك اللي لسه ما نعرفهاش شكلها كده بيتحب. اتفضل. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا سمير. ايه واقف كده ليه؟ اقعد، مكسوف ولا ايه؟ الف هنا. عم تسلم ايدك. ان شاء الله تسلم وتعيش. نسيت اعلق على الشاي، ثانية واحدة. منورة يا مستر. الشمس. العيال كانوا بيفكروا يظبطوا ماتش على بعد بكره، نعمل حسابك؟ بس احنا هنشوف وقتها. دي عندها براندات يا هند مش موجوده في اي حته بجد. انا عن نفسي عمري ما جربت موضوع اوبن داي ده قبل كده، بس طلع احلى بكتير من شوبينج المول. والله لو كنت اعرف كنت جيت معاكم، حتى المكان قريب مننا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء النور. طبعا مش هتفتكرنا. لا ازاي، طبعا فاكركم. عزة وإقبال بنات أونكل عبد الرحمن الله يرحمه، ابن عم ماما. ودي كرمة بنت إقبال الصغيرة. أهلا وسهلا. أهلا 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 بحضرتك. سعيدة. أهلا وسهلا. أهلا أهلا حبيبتي. ازيك يا أونكل؟ أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ. أهلا بحضرتك. مساء الخير. معلش سامحونا إننا طبينا عليكم كده، أصلنا كنا في أوبن داي هنا جنبكم، وبعدين بقالنا كتير ما شفناكوش، فقلنا فرصة يعني نعدي نشوفكم. يا أبدا، شرفتونا طبعا، نورتونا. أنا هستأذنكم بس خمس دقايق. تعالي تعالي يا حبيبتي. سلمي على اونكل ماجد. ماجد، فاكر البنوته الصغيره اللي كانت في صور فرحنا؟ هي دي ندى. شفتوا بقت عروسه زي القمر ازاي وكبرت؟ اخسي. واقفين ليه؟ اتفضلوا اقعدوا. تشربوا ايه؟ اعمل لكم شاي ولا نسكافيه؟ خلي مافي هي اللي تعمل. لا مافي اجازه مش مشكله. هات تشربي ايه يا عزيزي؟ لا احنا هنقوم نمشي على طول، كفايه كده ازعجناكم. والله يا جماعه انتوا منورين. ها انا ممكن اخد نسكافيه بلاك بس من غير سكر. حاضر. انا خلاص يبقى شاي. حاضر. وانت يا ايبي؟ حاضر. تشرب ايه يا ماجي؟ شاي ولا عصير؟ لا انا مش عايز حاجه. طيب بعد اذنكم دقيقه واحده. اتفضلي. بصي بقى، ولادك امامير قوي، شبهك اكتر من هند. طب بعد اذنكم. اتفضل.
هما هنا من بدري؟ لا يا دوبك تلت ساعة قبل ما انت تيجي على طول. هما كانوا قايلين ان هما جايين؟ لا كانوا في اوبن داي هنا جنبنا وقرروا يعدوا يسلموا، بس بتقولك حلو قوي فاكره اروح. بس هما اول مره يجونا صح؟ ايه اللي عرفوا منين ان احنا ساكنين هنا بقى؟ ندى عندي على الفريند ليست على فيسبوك. انت جعان؟ لا مش مشكله. معلش هي كلها نص ساعه ويمشوا. اساعدك في حاجه يا هند؟ ميرسي يا حبيبتي انا خلاص خلصت. بيتكوا حلو قوي، ده ذوق مين فيكوا بقى؟ لو عجبك يبقى اكيد ذوقي. انت ذوقك حلو قوي. انت عارفه احنا ذوقنا شبه بعض جدا. انا حاسه ان انا لما اعمل بيتي ان شاء الله هيبقى شبه بيتك بالظبط بكل اللي فيه. يلا اتشجعي كده وفرحينا بيكي. قريب ان شاء الله، قريب قوي. في مفيش، انا بس وقعت كوبايه الميه. سيبها تتعور، سيبها انا هلمها. اتفضلوا على الليفينج روم. تعالي يا ندى تعالي. بجد يا سمير؟ يعني الكابوس ده خلص؟ تقريبا. يعني ايه تقريبا؟ يعني انا قدرت ابوظ كل الاجهزه بتاعته. عرفت يعني يا طول ان انا ادخل على الشبكه بتاعت المحل بتاعه وخدت نسخ من كل الاجهزه اللي عنده. هو ده ينفع؟ ينفع يعني تدخل على كمبيوتر حد وتعمل الحاجات دي من بعيد؟ اه ينفع. وانت بقى بتعرف تعمل الحاجات دي؟ بعرف اه، بس الحاجات دي بتاخد وقت، فكنت بستنى كل ما يوصل اي هارد من عنده وبعدين ادخل اخد اللي عليه وبعدين بوصل له كل حاجه. ضحكتي. لقيت الفيديو كله؟ لقيته اه. بس هو مش عارف يشغله تاني الا بقى لو عنده نسخ تانية مخبيها. هو كلمك؟ كل كام يوم بيكلمني يفكرني ان المهله بتخلص. بص يا طه، هو يفضل يكلمك كده طول ما هو مش عارف ان انت عرفت ان الاجهزه بتاعته خلاص باظت. هنعمل ايه؟ لو اتصل بيكي تاني قولي له انك عرفت من ايمن ان مفيش فيديو ولا حاجه وإن مفيش غير العشر ثواني اللي عنده دول. بعدين؟ ساعتها بقى هنعرف إذا كان معاه نسخ تانية من الفيديو ده ولا لأ. تالا، شايفيني ماشي؟ وي. طب حبيبتي روحي اغسلي ايدك. ايوه سمير. طيب ادخلوا. تمام. هتقابليها هنا ولا بره؟ طب اقول لك يا نادين، ما تقابليها انت الاول. لو عجبتك اقابلها انا. ولو ما عجبتنيش؟ اعملي اللي انت عايزاه. رايقة قوي نادين النهارده. هي بس وانت كمان؟ ما كانش قصدي عليا، كان قصدي عليك انت. انا؟ شكلك مبسوط ونفسك مفتوحة. يمكن عشان بتغدى معاكم. يعني لو الغدا بيعجبك يبقى بتغدى معانا كل يوم. احنا كمان بنتبسط لما بتبقى موجود. ده بجد بقى؟ ايه هو؟ يعني من اول ما جيت وانا حاسس ان في حاجه مختلفه.
انت تعرف البنت دي؟ قريبة سمير يعني؟ اسمها أكرم، سميرة كريم. يا اوكي ثانك يو. لا ما اظنش مش قريبته، هو يعرفها بس بيشكر فيها جامد. انت عندك حق، اي حد مكانك ما كانش هيبقى طايق يبص في وشي. ليه؟ عشان عارفه انت زعلان ليه. انا كان نفسي نتقابل في ظروف احسن من دي، مش في وسط كل اللي بيحصل ده. مفيش داعي للكلام ده. طبعا بعدين ازيك يا سمير؟ ازي حضرتك يا نسيم نادين؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ طيب استأذن انا؟ ميرسي يا سمير. خلاص تحت امرك. تقول انا هستناك في الجراج. تحبي نقعد هنا ولا برا؟ زي ما حضرتك تحبي. انتوا متخانقين؟ ايه؟ لا عادي مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ شكلكم متخانقين وشكلك انت اللي مزعلاه. متصاحبين ها؟ لا متصاحبين ايه؟ لا مش متصاحبين. اسمك ايه؟ تقى. وانا نادين. ايوه انا عارفة حضرتك. وعارفة ايه كمان؟ ايه سؤالي صعب للدرجة دي؟ سمير قال لي. قال لك ايه؟ إنه حضرتك محتاجة حد عشان يقعد معاكي. ليه؟ عشان ياخد باله مني وما عملش حاجة كده ولا كده صح؟ آه. أنت صريحة قوي يا تقى. وبعدين؟ وبعدين إيه؟ مش هتقولي أنت وسمير متخانقين ليه؟ أيوة كده يا توتو فكيها عادي يعني. مشوا؟ اه اخيرا. انا اسفه معلش الغدا جاهز تحت. بقول لك ايه؟ استني ما تيجي تغيري هدومك كده ونروح نتعشى بره ونروح سينما. السينما؟ والعيال؟ العيال نوديهم عند طنط في وسط البلد. مالك يا ماجد؟ مالي ايه؟ بقول لك نخرج مع بعض ونروح سينما. ومن امتى الكلام ده يعني؟ من امتى ايه؟ ما انا حبيبتي بقالنا كتير قوي ما خرجناش مع بعض ولا اتعشينا وانا بصراحه كنت عاملها لك مفاجاه، كنت ناوي ان انا لما اجي يعني اخرجك، بس لقيت بقى قرايبك بقى بلاطين في الخط. انت جاي منين يا ماجد؟ جاي من الشغل. ومن امتى بتيجي من الشغل عامل كده؟ عامل ايه؟ مش على بعضك كده. مش على بعض ايه؟ بقول لك واحد راجع بالشغل ومراته وحشاه يعني. طيب ما تقول كده من الصبح. استنى بقى لغايه ما العيال ينام. عملت ايه؟ قبلت في الشغل الحمد لله. هبدا اول اسبوع. طيب كويس. قابلت مدام نايله واستاذ اكرم، ناس لطيفه قوي. اتفقتوا على كل حاجه؟ اه. وروني كمان الأوضة اللي هقعد فيها. طيب أنا متشكرة قوي يا سمير على كل حاجة. طيب اتفضلي عشان أوصلك. طيب ردي وقولي له زي ما اتفقنا. افتح السبيكر.
الو ايه يا توتو؟ وانا كل يومين هكلمك عشان افكرك باللي وراكي؟ لا انا بس كنت انت تروحي لدكتور ولو مرضيش يفكلك عندي دكتور حبيبي قوي وايده خفيفه ما تتخيرش عن العبد لله. على فكره انا كلمت ايمن وقال لي ان مفيش اي فيديو ولا اي حاجه ومفيش غير العشر ثواني اللي انت نزلتهم. ايمن سلامات يا ايمن. ماشي يا توتو انا بقى احضر لك نسخه حلوه ليكي وللاستاذ ايمن حبيب القلب. ولا هو في حبيب قلب تاني دلوقتي هو اللي عايز يشوف الفيديو؟ انت فاتحه السبيكر؟ تبقى فاتحه هو قاعد جنبك مش كده؟ طب قولي له بقى عمه فياض هيفرجوا فيديو عمره ما شافه في حياته. حاجه كده ما بتتشافش غير على المواقع اللي بفلوس. ولا يكونش هو كمان اتبسط زي ايمن؟ يا كابتن تكون فاكر ان شغل التهويش ده هياكل معانا. انت اللي عندك حاجه ولا تعرف تعمل معانا اي حاجه. ولو اتصلت تاني على التليفون ده هطلع. اهلا 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 بحبيبي القلب. انت سوني ولا كنش الواد بتاع الفلاتر؟ ولا انتوا كتير ولا ايه الموضوع؟ وفيها توتو هم عاملين عليك حفله وعمو فياض كخه مالوش في الطيب نصيب ولا ايه؟ طب من الاخر كده بقى يا شباب احنا نجيب النهايه في الموضوع ده. احنا نتلم كلنا كده برابطه المعلم بكره ونشوف حل في الحكايه دي. بس نتقابل فين يا فياض؟ نتقابل فين؟ ولا كني؟ ايوه يا ريس. انت قلت لي على المحل بتاع الواد سوني اسمه ايه؟ اسمه ميجا تك. ايوه ميجا تك.